نحن الآن أنهينا الطحن الحصة الأولى من السنة 2024. متى أنهيتوا؟ والله قبل يعني البارحة أنهينا الطحن مال الحصة الأولى. ايش بده الوكلاء يجي يستلمون من هين لغاية تتوجهوا؟ لا نحن نجهز الوكلاء حسب القوائم اللي تصدر من الشركة العامة لتصنيع الحبوب. في حالة زيادة الأعداد العوائد المشمولة يزيدون عندكم كمية الحطة؟ أكيد هذا حسب المخطط من وزارة التجارة اللي يصدر لكل شهر على البطاقة التموينية. تعاون معاكم من قبل وزارة الشؤون الخارجية؟ والله جيد جدا. رقابة تفتيش دوري مستمر طيل أيام الأسبوع يعني عندنا التفتيش. عندكم مختبرات تفحص الطحن؟ أكيد عندنا مختبرات مجهزة بأحدث الأجهزة. نفحص نسبة الرطوبة، نسبة الرماد، نسبة الجيجي، الارتفاع، الخشونة، النعومة قبل ما يتجهز، ونعمل عملية الخبازة اليومية قبل التجهيز. ونحن والفضل لله من أحسن المطاحن على محافظة نينوى. بيها نسبة مستوردة ونسبة والأغلبية منها محلية جيدة جدا. والله المعوقات الوحيدة اللي عندنا يعني الإجور المستحقات على وزارة التجارة، المستحقات مالتنا تتأخر بالصرف. والله آكل وجبة قرصت مال 2023 قرصت، هسه بدينا من 24. اشتغلنا بالشهر الواحد استلمنا الحبوب، يوم 20 خلصنا الكمية وزعنا على الوكلاء وانتهت الكمية مال الشهر الواحد. نوعية الطحين اللي عندك؟ والله نوعية الطحين يعني طحيننا جيد حيل، نفحص احنا، يفحص مختبر، يجون المختبر مال الشركة يفحصون، ياخذون نوعية، وكل فترة ياخذون فحص على بغداد. يفحص البغداد نفحص البغداد الطحين نوعية الطحين. نحن اوقات العمل ماكو عندنا شغلات، اوقات شغلات يعني بالنسبة للغاز يعني الغاز وين نشتريه من السوق، بالسوق السوداء، لأنه حصة ما عندنا. كان قبل ينطونا قال دعم للمطاحن كلها، هسه قطعوا ماكو. والصرف بالنسبه للصرف من الخرص هم نفس الشيء، هم يتاخر، يعني احنا هسه السنه خرصت تقريبا 9 حصص، لحد الان صار فينا 3، شهر واحد الثاني والثالث. وست اشهر ما صار فيها بالنسبه لاجور الطحن.